دخيل والله جمالك دوب قلبي الحجر، لو من قيسك لحالك تسوي كل البشر. دخيل والله حركاتك، بسماتك، صوتك، همساتك، نورت عمري بشمعاتك، وشك ولا ضو القمر، شو عملوا في نظراتك، خفت دمك ضحكاتك، ما تغيب عني وحياتك، بعدك على قلبي خطر. حلوة. Thank you. حلوة كتير محمد. Thank you. مساء الخير الصبح نحن، لأنه هذا الشيء بده يطلع الصبح. مساء النور. نحن دائما بصباح الفن محمد دقدوق بيكون في عنا مساحة للفنانين يلي لازم نحن نشوفهم ولازم العالم يشوفوهم. بديت تقريبا 3 سنين عبر البرنامج للمواهب، وبعدك لهلا عم تجرب تلاقي طريق او عم تجرب انك تشق طريقك مثل ما بيقولوا بالفن. 3 سنين شو عملت فيك؟ هلا شوفي، الحمد لله شوفي، ستار اكاديمي قدم لي شيء كثير حلو، قدم لي بصراحه قدم لي مشاهدين كثير لحتى يعرفوا مين محمد دقدوق، واعطاني بدايه الطريق لحتى امشي عليه. هلا انا بقول شغله انه برنامج ستار اكاديمي يعني شو بدي اقول لك، زتني بنص البحر وقال لي باي دبر حالك لحالك، وانا ما عندي الخبره تبع من الشط لنص البحر، فبدي اكيد رح ارجع شوي لورا مشان اقدر اتمسك مزبوط وامشي لقدام. والحمد لله من 3 سنين لهلا عملت كثير حفلات وسجلت عده اغاني وعملت كليب، والحمد لله يعني الحمد لله الامور ماشيه بخير. شو اللي كان بينقصك لو تكون مثلا خطواتك اسرع من هيك؟ صراحه ولا مش بالضروره تكون لا خليها. لا اكيد هي انه بصراحه نحكي بصراحه انه يكون بلدي بخير كانت اوضاعي اكيد احسن بكثير. لانه انا مأسس حالي من الزيرو، يعني بلد ثاني وقاعد فيه، فلو كنت بسوريا اكيد كان مختلف الموضوع تماما. لكن سوريا منا تربه خصبه لصناعه فنان، على الاقل مش فن، انا قصدي فنان أوكي. بمعنى مغني. نحن بنعرف انه في كانت كثير تجارب وكلاتهم صنعوا حالهم خارج سوريا، سوريا منا البيئه المناسبه. ليك بس هقول لك شغله، بس في شيء اسمه البيئه النفسيه، انا هيك كثير بتخصني كمحمد دقدوق، بحب بس نفسيتي تكون مرتاحه، فاكيد الشغل كله بيكون البوزيتيف على الشغل اكثر، وبيكون طاقتك على الشغل اكثر، غير ما تكوني انت قاعده بين اهلك واصحابك وخلانك بتشتغلي شغل كثير حلو. هذا الشيء يمكن لانه هلا جديد، انا بعدني يمكن بعد شو اسمه يمكن ما فكري فيه كثير، بس هلا بدايتي يعني اكيد عم حس فيه بصراحه. بتحس انه يمكن لو كانت سوريا بعدها فعلا بخير كان ممكن انه تقدم نجاح اكبر؟ هلا شوفي يعني؟ رح اقول لك شغله، اذا واحد نفسيته منيحه او نفسيته بخير، هلا نعتبر على مجال الحفله مثلا، اذا واحد طلع على الحفله مثلا وكثير عنده انرجي حلوه ومبسوط فبيعمل حفله كثير حلوه، اما اذا كان في جرح اكيد رح يعني في تاثير، رح يتاثر نوعا ما بهذا الموضوع. بتحس انه كان لازم تتحول بهذا الوقت لتغني نوع من الاغاني يمكن غير اغاني الحب؟ هل بهي المرحله بتحس انه لازم تعمل شيء؟ انا بدايتي الفنيه اكيد بدي اقدم شيء لبلدي سوريا، فعملت 4 اغاني وطنيه لبلدي بتحكي عن الانسان والانسانيه، عملت وبعدين عملت مللت الانتظار، مللت جلوسه في الجوار، وبلادي ما بين الثلج والنار، وعملت كمان فكرة ديو أنا وطفلة صغيرة اسمها شهد، بتحكي عن طفلة عم تحلم أنه ترجع على سوريا ترجع تشوف أحبابها. عاجلاً في كل الأخبار قتل ودماء يا وطني، رصاص قصف انفجار، أصبحت الأول يا وطني، عاجلاً في كل الأخبار قتل ودماء يا وطني، رصاص قصف انفجار. اليوم الفنانين السوريين صاروا متواجدين على الساحة الفنية بسبب برامج المواهب يلي درجت بالفترة الأخيرة. انت قلت لي من شوي انه البرنامج مثل حطك بالبحر وتركك، قال لك اذا انت بتعرف تعوم عوم. اكيد. هلا شوفي، كيف سبحت؟ هو هذا السؤال، اذا انت هلا اكيد رجعت شوي لورا مشان اعرف شو في ورا. يعني انت بينما انه واحد يكون مثلا بقول لك شو، بينما الانسان يكون يخلق ثري مثلا، او مثلا واحد كان فقير مثلا، طبعا على سبيل المثال عم بذكر انا، واحد كان فقير ومباشره ربح ورقه نصيبه صار غني، حلو،
فما بيعرف يتصرف بالمصاري، بيصرف كتير ما بيعرف شو بيعمل. بينما انسان كان عم مثلا اشتغل بمحل، تطور كذا، تطور شغله، اسس هذا الشيء، وكمان نفس الشيء كمان ستار اكاديمي وصلك للنجوميه وللشهره بخلال 4 شهور، لانه قنوات كلها عم تنحط على ستار اكاديمي، وانت ما عندك هالخبره يعني اللي ممكن تحصليها ب 12 سنه. هي الخبره مثلا اللي اخذتها انا، بعتبر حالي ستار اكاديمي قدم لي كادو بقيمه 12 سنه عذاب وكذا، قدم لي اياه بكل بساطه. بس اكيد مو مثل الشخص اللي ماشي 12 سنه بعذاب، لانه بيكون ثابت الخطى. نفسك الموسيقي ما بيشبه النفس اللي عم يتجهوا له اصلا الجيل الجديد من الشباب، يعني كله عم بيروح صوب الاغاني أكيد الشعبيه او كذا. هذا شيء غلط، لانه نحن معلش انا بدي اقول بدي نوه بهالنقطه هاي. للاسف تفتح الراديو طب اوكي، طيب الشباب الصغار هذول بيسمعوا مثلا، عم كنت من 4 ايام كنت بمدرسه، كنت عم بعمل حفله لطلاب صغار، فكلهم بدهم شيء هيك تشيل وما تشيل وكذا. نحن الحق علينا، نحن اللي عودنا هذا المستمع هيك يسمع وربي على هيك، فصارت انه اوكي هي الاغنيه. طب انا لا، انا عم بدرس اللي انا بحسه لمحمد دقدوق، هو اللي بيطلع من مشاعر محمد دقدوق بيوصل للعالم، واكيد حيوصل للعالم لانه هو واصل لإلي وعم عبر عنه. مو شرط انه التجئ مثل ما عم يعملوا العالم اللي انه هيك هي اغنيه محمد، هي الاغنيه ضاربه، هي الاغنيه بدها تعمل شيء. لا انا ما ابدا مو هيك. بدي اعيش بدي اكون من بعدك يا حنون، من بعدك انت يا حنون. ما تروح ولا تدلني بغيابك، عم تحرقني. ما تروح ولا تدلني. ليه دخلت على الفن؟ لأنه عندك صوت حلو بدك تغني، ولا لأنه في شيء تاني بدك تقوله؟ دخولي على الفن كان عن محض الصدفة. أنا كنت بغني، يعني أنا كنت بس بحب الموسيقى، بحب اللحن، يعني حتى الأناشيد هو كل شيء لحن بالنهاية. الأناشيد الدينية كمان هي لحن، فأنا كنت بحب اللحن بشكل أو بآخر. كنت أغني وأعمل حفلات طبعاً عائلية، وتطورت مع القصة من شخص رفيق إجا لعندي قال لي في برنامج مسار أكاديمي لازم أقدم عليه. قلت له مستحيل أنا أتصور 24 ساعة يا رجل، شو بدي أحكي بدي أشكي بدي أعمل. بعدين فتنا وصار اللي صار. تفكر انك تغني بلغات مختلفة غير العربية؟ هلا اذا 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 اقتنعت فيها، اذا حسيت فيها ممكن، ليش لا؟ منا على الخارطة تبع؟ لا لسه بعد منا على الخارطة، لا بس انه اذا وجد شيء حلو كذا ليش لا؟ ورجيني، سمعني شيء. سمعك شيء مختلف عن الحنان والحنية. قول اللي بدك تقوله. كل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ كل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ ليل يا 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 ليل. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذها الهواء. بعد علي غني يا حبيبي،
لأول مرة ما منكن سوا. صباح الخير.